اوكي يا جماعه، بدي اجرب معكم شيء لاول مره، راح اجربه معكم. بس انا مجربه هاي الطريقه من قبل بس بطريقه ثانيه، اوكي، اللي هي انه لف شعري بدون ما استعمل الكيرلر او اي نوع من السشوار او شيء. فشوف الطريقه على تيك توك، عم يلفوا شعره بالجرابات، اوكي. فتعلمت الطريقه وقلت بدي اجربها شي يوم. هاي من فتره انا سيفت عندي، قلت بدي اعملها، بس قررت اليوم اني اعملها، اوكي. بالعاده انا بعمل هاي الطريقه وكتير حلوه وبتزبط معي، فهي طريقه حقيقيه، بس بدي اشوف اذا هالمره رح تزبط بالجرابات ولا لا، وهل هي احلى. كنت اعملها، بتعرفوا برنص الحمام في له حزام، كنت اعملها بحزام البرنص، اوكي، حطه هون ولف شعري خصله خصله هيك، اخذ 2 اخذ 3 اخذ 4 ولفها كلها واتركها شي نص ساعه، وبعدين شعري بيطلع كانه عملته بالفعل. بعمل لكم هذيك الطريقه بعدين، بس بدي اشوف هل راح يزبط بالجرابات، لانه شفت الكيرلز وعم يطلعوا كتير حلوين، اوكي. فانا حاسه انه 70% راح يمشي الحال، بس بدنا نشوف، بدنا نجرب. سو جبت جرابات، طبعا الجرابات بدها تكون شوي انه طويله، ثواني، اوكي، شوية طوال مشان يقدر يلف شعري كله، لانه كل جراباتي الحمد لله قصار. فاخذت جبت جرابات طوال وراح اجرب اعملها معكم. سو مشان تزبط معكم، في ناس بيعملوها على شعر مبلول، بس مستحيل تزبط بشعر مبلول. مره انا عملتها بس هذيك بالطريقه الثانيه وطلع شعري هيك نفشه، اوكي. ف جربت اكثر من طريقه ولقيت انسب طريقه انه بس تنشفوا شعركم بالسشوار. نشفت شعري بالسشوار، هلا في اراني شوي مبلوله، يعني مثل ما انكم شايفين انه ماني مسشوته سشوار بس تنشيف، وحاطت له كريم مشان ينمعه، يعني هو كريم السشوار، او استعملت الكريم اللي بيحمي شعري من السشوار. فهلا كل شيء رح استعمله مشان يكون شعرنا ناعم وما ينفش معنا بهي الطريقه الليف ان كونديشنر، اوكي. فرح بخ شوي، اوكي، بس رح مصط شعري مشان يوزعوا على كل مكان، اوكي. ورح بخ عطر للشعر، هذا هلا لقيته لانه خالص ما عندي العطر اللي بستعمله، يلي هو كمان رنزو، فخالص من عندي عطر الشعر رنزو، فقلت جرب هذا الجديد. ريحته حلوة، هي من براند بريزيليان كراش، هاي هي، اعملوا له سكرين شوت. حلوة ريحته، ريحته كوكونات، ريحته كتير فريش، بس اظن ريحته كتير صيفية، وهلا نحن بالشتوية فما بيمشي الحال. هلا رح اقسم شعري نصين، اوكي، ما في داعي يكون بيرفكت يعني عشوائي، رح صح اخذ غرتي هيك على جنب عشان يضل فيه فوليوم، اوكي. وراح بكل هذا الطرف، اوكي. شوفوا اول مره راح اعملها معكم، ف استحملوني يمكن ما اعملها صح. اوكي، اللي شفته انه لازم تكون بالمقلوب، ففتحه الجرابات لازم تكون لتحت، اوكي. هلا راح اخذ خصله، لحظه. اوكي يا صعبة، اوكي لحظة دقيقة، ولفة، اوكي، هاي عملنا اول وحدة. رح ارجع اخذ خصلة وضيفها على الخصلة الثانية، و اوكي حلو، السناب رح يضل عم بيوقف وانا لازم ضل وقف وارجع سجل، تمام. هاي الثانية، ومنشد ونخليهم قراب على بعض، اوكي. فشوفوا هاي الخصله معي، رح ارجع اخذ خصله اضيفها على الخصله اللي بايدنا وارجع لفها تايت، اوكي شدوا، تمام، اوكي، نفس طريقه حزام البرنوس، اوكي. اخذت خصله بضيفها على هاي، اوكي، ولفوق وهيك. هلا رح كمله على السريع، هيك بعمله بس بحزام البرنص نفس الشيء، بس نشوف هل رح يختلف علي ولا نفس الشيء ولا احلى. اوكي
هلا في حركه حلوه بس ما بعرف اذا هن هيك بيعملوها يعني ما بعرف اذا صح لانه بيلفوها اخر شيء. انا بالعاده بشعري كله هيك بعدين بربطه بالمطاطه وبتركه. فخبروني اذا حابين فرجيكم هذيك الطريقه لانه يمكن اسهل. خلينا نشوف. اوكي في حركه لولبيه رح تصير اخر شيء. خلينا نشوف اذا رح اقدر اعملها ولا لا. اوكي تمام خلصت كل الخصل. هلا رح لف ما تبقى. ايوه شعري طبقات لانه انسوا. اوكي غلط بس شوفوا كيف دغري بلف. لحظه هن عملوا يا جماعه انا تعبت حالي وعملت طريقتي اللي كنت بعملها بالبرنوس. هن ما عملوا هيك. هن اخذوا كل الشعر. اوكي خلينا نجرب. هاي كثير جديده. هاي ما بعرفها. هاي مو نفس الطريقه. اوكي حمشط شعري لفوق. اوكي وراح احط هاي وهون راح لف كل شعري كله. بس كيف يعني كيف بدها تطلع؟ اوكي راح لف كل شعري هيك تي غريب. تمام خلينا نشوف. اوكي هيك اسهل واسرع من اللي كنت انا عم بعمله. انسوا كل شيء انا عملته. اوكي بعدين بنلف كوكينا بعدين بناخذ هاي وبنسكرها بهالطريقه. كيوت يا ريت تزبط لانه هيك كثير سهل. لنشوف اوكي مشط شعري. اوكي اسحبه لفوق. تمام اوكي اوكي ناخذ الجرابة الثانية. الفتحة بدها تكون لتحت نحطها. اوكي يمكن اصعب لإلي على اليسار من ورا. اكيد في طريقة اسهل مني انا عم بعملها بس استحملوني لانه شو عم بيصير. ما عم بقدر لفها ضيقة. وجعتني ايدي. اوكي كيف عملت هديك؟ شو عم بصير؟ في شي غلط عم بعمله. لحظة استوعب. حطيت هيك لفة. اوكي لحظة ما شاء الله هذا صار من توتوريال ل تراي ويز سارة. الله راح نسمي هاي تراي ويز سارة. جرب اشياء معكم هيك غريبة. ابعثوا لي اشياء غريبة جربها معكم. ترندات غريبة عجيبة. اوكي اوكي بس هي غير شعور من هد. كيف عملت هاي؟ اوكي ارجع عيد. من هون؟ لا من هون مفروض. في شي غلط. في شي ما فيش غلط. لازم ارجع اشوف سناباتي وشوف شو انا عملت. اوكي كنت عم بعمل كنت شبني
اللي كنت عم بعمله صح بس ما كانت عم تزبط، ما بعرف ليه. اوكي خلينا نشوف. اوكي يمكن ايدي غلط. لا هالمرة رح تزبط، رح خليها تزبط. شوفوا كيف رح تزبط. اوكي خلص عندت. اوكي شو يفوت بالفرن ميري اليوم؟ امبارح قالت لي انه بتعرف تطبخ، فقلت لها ادهشيني ميري، بس بدي اياكي تساعديني نتفه بس بليز. اكلت شوفي هي هذا. لا تضحك علي. هذاك الطرف عملته اوكي، بس هذا الطرف ما عم يزبط معي، بس بدي اياكي تمسكي لي الجرابه يعني، بس هي امسكيها هيك اوكي، وانا حلف الشعر عليه اوكي. اي بس اوكي مفروض. ايوه اوكي شكله كان لازم حدا يمسك لي شعري. ما كانت بي خلص خلص شكرا شكرا كثير. اوكي يا جماعه كيف لا رح توقع رح توقع رح توقع. كيف بدي الف كوكينا؟ كيف عملتها؟ لا في شيء غلط. عندت انا عملت اليمين بدون اي مساعده، ففيني اعمل يسار بدون مساعده. خلاص تعبت. اوكي بسم الله. اوكي حالي عم بتخانق مع الجبات. اوكي هل هي زبطت؟ هي بدي بكلها هون. ثواني وينها؟ عصبتني هي هون. ها ما تتحركي ولا مكان. يي اوكي تمام. اوكي ها واخيرا. لا بدي زلغوطه. اوكي هلا بدي افتح هاي واحطها. ليش اليسار اصعب؟ عوجة عوجة. اوكي بعد ما عملت هالطريقه فيني احساس انه رح تطلع افشل من الفشل. افشل من الفشل يا رب يمشي الحال، لانه تعبوا ايدي وانا عم بعمل جهة اليسار. جهة اليمين كانت حبابة، جهة اليسار كانت مو حبابة ابدا. فان شاء الله يزبط وما تطلع فشل. يعني انا اول مرة عملت طريقة الحزام كان ما عندي هوب ابدا انه يمشي الحال، مستحيل. أم وقت طلع شعري كيرلي كان عم فكرني عن جد مفيرته، تحمست كتير. فان شاء الله ما تخزلني هالطريقه، بس انه يعني الشكل كيوت هيك يعني. اوكي رح ضل نص ساعه وبرجع افرجيكم النتيجه.